احنا شفنا دلوقتي اللي حصل في التحرير، لو لاحظتوا احنا قصدين ان احنا نسيب اول 4 ثواني اللي كان فيهم شيخ النهارده في التحرير، يعني بتاع الجماعات الاسلاميه بيقولوا اللي في التحرير خونه ومخدرات وجنس. طب ما هم كان فيهم برضو شيوخ مستقلين، يعني ايه الفكره؟ مش عارف. بس نرجع للخبر اللي حضرتك كنت هتقوله قبل ما نعلق على اللي حصل. نرجع للخبر، حلو الخبر ده. المصري اليوم، الداخلية تصرف 73 مليون جنيه تعويضا لقيادات الجماعات الإسلامية. ده على المصري اليوم مش عندي. بيقول كده: صرح إبراهيم علي محامي الجماعات الإسلامية أن أعضاء وقيادات الجماعات الإسلامية بدأوا في تسلم 1400 شيك بقيمة 73 مليون جنيه. أنا عايز أسأل سؤال للواء منصور العسوي وللمجلس العسكري والدكتور عصام شرف، هل هؤلاء برأت دمهم، برأت أيديهم من دماء المصريين الذين قتلوا جراء عمليات إرهابية في الثمانينات حتى التسعينات حتى سنة 97؟ 97 عندما اغتالوا او عملوا عملية الأقصر وماتوا وموتوا 65 سايح في الأقصر، راح حسني مبارك وفي تمثيلية، وكانت تمثيلية بايخة، فيلم عربي هايف وساقط أقال فيها أقال فيها اللواء حسن الألفي، وكان من أكفأ وزراء الداخلية على فكرة اللواء حسن الألفي. يعني إذا عدينا مين من أكفأ وزراء الداخلية، نعد أول واحد زكي بدر، وتاني واحد يمكن أحمد رشدي، وتالت واحد يمكن حسن الألفي، وأقال حسن الألفي، وجاب بداله حبيب العدلي. ومن هذا اليوم، من اليوم ده بس، عشان بتاع الجماعات الإسلامية ما يتنططش واحنا عمالين نقول الفلول الفلول، من هذا اليوم توقفت تماما العمليات ضد السياح. انا عايز تفسير من الجماعات الإسلامية، ما هو الاتفاق؟ وعلى فكرة الكلام ده انا كتبته سنة 2000، قلت هناك اتفاق جنتلمان، اتفاق خفي جنتلمان كده بالذوق، لكن هو اتفاق ضد القانون بين وزارة الداخلية بقيادة حبيب العدلي اللي النهارده الناس عرفته على حقيقته، وقيادات الجماعات الإسلامية. وكان بيتولى هذا الاتفاق اللي هو محمود رأفت الله يرحمه، اللي هو كان في مباحث أمن الدولة بتولي ما, 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 ما يسمى بالمراجعات. أنا لا أعلم ما معنى المراجعات. إذا كانت هناك مصالحة مع الشعب المصري لابد أن تكون مصارحة، ما دي ساعتها لابد لما ان يقولوا ان احنا كنا اقترفنا ذنبا ونحن نأسف للشعب المصري. انا فاكر ده ساعة لما طلع رئيس الجماعات الإسلامية وقال إن إحنا خلاص تعدينا الأمر بالمعروف والنهي عن والنهي عن المنكر المنكر. بالسلاح ولكن بالأسوة الحسنة، ورجعنا نفسينا. كان المقابل في الكلام ده إن هم خرجوا من السجون، القيادات بتاعتهم معظمها خرج من بالظبط. السجون. وتاني حاجة من ضمن الحاجات اللي تحضرني، إنه تقريبا من ساعة ما مسك حبيب العدلي كان اللي يقبض على الإخوان هم الشباب الصغير، لكن مفيش واحد من قيادة القيادات. ولا شوف المرشد انا العام ولا حد من هقول مكتب لسعد، الإرشاد ولا أي حاجة. هقول بس ثواني بس، اصل اللعبه معروفه وقدامنا المستندات، وهم هذا التاريخ لا يستطيع ان ينكروه. هذا التاريخ، تاريخ الاخوان، لا يستطيع احد ان ينكره ولا هم يستطيعوا ان ينكروه. يعني خلينا بس في الجماعات الاسلاميه في الاول وبعدين ننتقل الى الاخوان. الجماعات الاسلاميه ارتكبت مجازر في مصر، روعت الشعب المصري، وبعدين حبيب العدل طلعها من السجون وحطها تحت طوعه. تحت طوعه ازاي؟ روحي فرجري كنيسة القديسين، حاضر. روحي اعملي مشاكل في الاحتلالات الفلانية، حاضر. كل شوية يروحوا يعملوا بامب يموت له 5 6، حاضر. وده كانت لخدمة مبارك وابنه. طيب انا النهاردة عمال انادي بفلول الحزب السابق وحلول النظام السابق، فلول النظام، لماذا لا تعتبر هذه الجماعات من فلول النظام السابق؟ حيث انها قد تستطيع اوامر حبيب العدلي بالمستندات.
مش هو اللي طلعها من السجون، بس باينين في الصورة ان هم كانوا مضطهدين، يبانوا زي ما بيقول يبانوا زي ما بيبانوا. يعني النهاردة ايه اللي حصل؟ يعني خلينا نحلل الامور بصراحة. الجماعات الاسلامية النهاردة الوزارة الداخلية بتديها 73 مليون جنيه. اولا انا عايز اعرف باي منطق قانوني وزارة الداخلية، يعني في النظام المحاسبي الموحد، الفلوس دي طلعة تحت بند ايه يا سماحة؟ يعني احنا عندنا في النظام الحسابات الحكومية ده نظام، الفلوس دي طلعة تحت بند ايه؟ وليه هم؟ طب ما في ناس كتير كان يدوا العمر النشرتي اللي تشرط في لندن وما حضرش جنازة امه، وده مش تعذيب؟ يرضي لحسام ابو الفتوح اللي سجنوه ظلما 7 سنين وشهروا بيه وصوروه في 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 اوضاع سخيفه وقله ادب الكشح وال يعني انا جاي لك انا هتكلم مسلمين واباط بس ثواني في 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 عمرو واتس هيز نيم حسام ابو الفتوح وراجل ايا كانت اخلاقياته انا لا اوافق على هذا لكن انا مش من حقي ان انا صوره ومين اللي صوره يدوله كمان كانت 70-80 مليون وكم من رجال الاعمال ظلمت في عهد عاطف عبيد تعال للقباط شهداء الكشح اين هم واين هي دماءهم ومن الذي خطط لها وقبلهم شهداء المعذبين في الكشح في الكشح الاولى تم تعذيبهم في احداث نجا حمادي الاخيره في مجزرة نجا حمادي اللي احنا لا نعرف ما نعرفش عنها حاجة حتى الكموني ما نعرفش انه اعدم ولا لا وكأنه ديسابير يعني في حدث مثل هذا في ظل هذه الظروف لما يجي يوم اعدام الكموني على الاقل جريدة واحدة تكتب صح. النهاردة يوم الاعدام لان ده لان الاعلان في الحكم انت تعرف الحكم لابد ان يعلن لان الحكم على ان فاهمني لازم مؤلاء واحد كتب احنا ما نعرفش فين الكموني واحد اتنين النهاردة اللي عذبوا الناس في الكشح فنجا حمادي اهالي الضحايا قالوا ان الشرطة وامن الدولة قبضوا على اولادنا وقعدوا يعذبوهم بالكهرباء منهم واحد صعيدي انا سمعته قال الواد ما طلع ما بينفعش تاني خلاص اكسكيوز مي بيتبول على نفسه من التعذيب لماذا لا يصرف متعوضات لهؤلاء؟ هقول لك ايه اللي حصل. الاخوان المسلمين ده طبعهم. ده طبعهم. نشوف تاريخهم ايه؟ طب قبل ما نشوف تاريخهم يعني في الوقت الحاضر في الانقسامات اللي يقولوا لك فلان خرج وشباب الاخوان خرجوا، انت مصدق الموضوع ده ولا لعبه سياسيه؟ شوف بص حتى لو شباب الاخوان خرجوا يعني بفرض ان هي مش لعبة سياسية انا لا استطيع اجزم لان ليست تحت يد مستندات معايا الشباب الاخوان انشقوا عن الجماعة اولا ده لا يعنيني بكثير لان هم اصلا سياسيين يروحوا يشتغلوا مع حد تاني معنى انشقاق شباب الاخوان عن الجماعة والقيادات في اتنين من القيادات خرجوا هو عم منعم الفتوح لا هو في ناس كتير قبل كده خرجوا عصام سلطان وابو العلا ماضي مؤخرا يعني. يعني اختلفوا مع المرشد لان اصل الاخوان هو تنظيم هرمي وده اللي هو عطيله قوه تنظيميه لا يستطيع احد في الاخوان ان يقول لا للمرشد يعني لان هو بيقسم على الطاعة واخد بالك على البيعة نعم البيعة. البيعة والطاعة الطاعة العمياء بيحط المسدس على المصحف والأقسم بالله العظيم بالله العظيم أن أبايع الأمير أو المرشد وعلى الطاعة العمياء وما يقدرش يرتد فدي اللي بيديله قوة تنظيمية فهم سواء انقسموا أو ما انقسموش أنا مش تحت إيد المستندات انشقوا أو ما انشقوش احنا نعرف تاريخ هذه الهيئة تاريخ هذه الجماعة
مين اللي جاي هيحكم مصر؟ لأن هم اللي هيحكموا مصر. نعرفه؟ نقوله؟ اتفضل. نحكي بعض الخبر. نرجع من أيام نشأة الجامعة من حسن البنا. الإخوان عملوا إيه؟ تعاقدوا مع الملك. صحيح. وخانوه. وخرجوا ساعة لما كان في مظاهرات الشعب مع الوفد، هم خرجوا الله مع الملك. ما أنا جاي لك بس اصبر. يعني حتى الملك قال إيه؟ قال أنا ما أدعمهمش ليه؟ ما أدعمش الإخوان المسلمين ليه؟ أنا أدعم الوفد اللي بيتحداني واللي بيشتغل ضدي على طول الخط. ناس من يوم ما مسكته هم تحت طوعي وبتسمع كلامه وبيحبوني وما ساعدهمش ليه؟ دي بمساعدة علي ماهر باشا. داهية القصر. داهية القصر. ماشي؟ واحد. نيجي الملك فاروق متحدثا لمحمود النقراشي اللي هم الاخوان قتلوه، ولما جه بيحققوا مع حسن البنا يقول له انت اصدرت اوامر للجهاز السري اللي ما زال موجود حتى هذا التاريخ وعندي الاثباتات عليه وهقولها لك. قال له لا، انا قلت ربنا يخلصني منه. كان بيتكلم مع عبد الرحمن السندي اللي هو كان رئيس الجهاز السري وكان المشتاق ان يكون هو المرشد بدل الهضيبي، وكان الخلاف بينه وبين عبد الناصر ان هو كان عايز يعترق الهضيبي. بالظبط. عبد الناصر مرضيش. حتى انا فاكر في يعني كنت قريت كتاب مذكرات البنا، كاتب كده انه كان بيقول قدامهم مفيش حد يخلصني من الراجل ده، كنت على سبيل الدعابه والفك عن النفس. ده كله ده زي الشيخ التاني اللي بيقول لك كنت بهزر. غزوه الصناديق. ما هو في غزوه الصناديق وتقريبا هنسميها غزوة النقراشي، واخد بالك؟ صح. لا، وفي غزوة تاني للأسف الشديد طلعت من فم حال، من لسان حال عضو في المجلس العسكري، غزوة صول. هقول لك قال ايه اللي ورويني قبل ما ادخل لك على الاخوان. اللي ورويني قال الاتي، قال ذهبت بالعرب في برنامج اعتقد 10 مساء او برنامج تاني مش فاكر، قال له أنا ذهبت بالعربية لقرية سول لقيت 4000 واحد ملتحي وبجلابيات بيضة وهدوا الكنيسة خلاص، وقالوا دول تبع الشيخ حسان. فمجيت جبت الشيخ حسان القرى اليوم مع عمرو أديب. جبت الشيخ حسان عشان يحل المشكلة. بص الكلام وما عينه. لما جاب الشيخ حسان يحل المشكلة، الشيخ حسان بعد جيشه في الأول وأعلن انتصاره، ثم ذهب ليملي شروطه. تعرف كانت شروط إيه الشيخ حسان في التلفزيون المصري؟ تلفزيون الدولة. قال أنا اتفقت مع المجلس العسكري ألا يصدر قرار بإعادة بناء الكنيسة قبل 48 ساعة. أنت عارف دي معناها؟ معناها إعلان انتصار، وانتصر هو، وأرغم المجلس العسكري على السكوت لمدة 48 ساعة حتى يعود ويصدر قراراته. ثم ذهب مرة أخرى بعد 48 ساعة ليجلس الرويني ويقف منتصرا الشيخ حسان ويتلي شروط. إيه الشروط؟ قال لك، قالها هو بس على لسان صفوت حجازي، قال إحنا اللي عايز يعتصم في مزبيره يعودوا للسنة الجاية. نحن طبقنا الشريعة، ولأن شريعتنا وشرعنا يسمح ببناء الكنيسة فسوف نبنيها. مش ده اللي قاله صفوت حجازي يا سماحة؟ وده إعلان انتصار. كيف يجلس اللواء الرويني وهو حاكم مصر ويقف مزدهرا الشيخ حسان؟ من هو الشيخ حسان أو كائن كان؟ ده إعلان انتصار، دي غزوة من الغزوات. يعني خليني ارجع تاني لاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين، بس قبل ما نكمل في فيديو عندنا للشيخ اسامة القويسي وهو شيخ سلفي كان من اتباع سيد قطب، وهو نفسه قال ان انا كفرت ابويا وامي. الشيخ اسامة القويسي كفر ابوه وامه لما كان مع سيد قطب، ولكن اعتدل
وبقى يعني معتدل. فنشوف رأيه في موضوع انقسام الإخوان بيقول إيه، ونرجع نكمل مع أستاذ مجدي. البعض يقول هذه لعبة، يعني مسألة انشقاق بعض الكوادر الإخوانية ومخالفتها للتعليمات. البعض يقول هذه حقيقة، والجماعة بدأت فعلا تنهار، لأن لما يخرج أساطين، يعني اللي خرج ده مش إنسان عادي، ده إنسان من المفكرين الكبار، يعني الدكتور إبراهيم الزعفراني، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، دول ناس من الكوادر العليا في الجماعة. فأنا خرجت لأني رأيت أن فكري مش هيمشي مع فكر الجماعة، خلاص تركت ونزلت الانتخابات مرشحا للرئاسة، وهم يرون كذا وكذا، خلاص. هل هذه انشقاقات حقيقية أم هي لعبة سياسية؟ البعض يقول هي لعبة سياسية، يعني هم يروحوا مطلعين واحد كده اترشح وانك مش تبعنا، عشان لما الناس ينتخبوك حتى اللي بيكرهونا ينتخبوك. اللعبة دي تنفع؟ هذه لعبة قذرة تكون لو كانت، طبعا انا اربأ بهم ان يكونوا كذلك، لا اتمنى لهم هذا، لان هذا سيتضح ولو بعد حين، ان احنا عملنا اللعبة دي علشان الناس ينتخبوا فلان لانه لا ينتمي الى التيار الاخواني، فانتخبوه على انه رجل مسلم ومعتدل.